مشاهدينا الكرام مرحبا بكم، مساء الخير في برنامج جاميطة مونديال على قناة الهداف. الساعة راهي 6 ولا 6 وشوية، أنا معكم لمدة نصف ساعة من أجل الحديث حول الأحداث اللي راهي تدور في قطر 2022. المناسبة هي مناسبة عالمية، مناسبة كأس العالم، ولن أكون وحدي في هذه الحصة الطيبة والمباركة. سأكون طبعا مع السيدة اللاعبة الماهرة سابقا والمدربة الممتازة حاليا نعيمة العوادي. مساء الخير اخي يونس، مساء الخير الجمهور الكريم. ميرسي سمير على الكرواسون، كانوا هايلين. سيتو قلت له كرواسون بالعربي كيش يقولوا، قال لي هلال. هلاليات. شكرا رباح، ميرسي بوكو مون فخير. يعطيك الصحة وكثروا لنا من الكرواسون مع العشية هكذا. يعطيك الصحة رباح، يعطيك الصحة سي سمير. وكاين واحد اخر اللي ما يوافقكش في قضية الهلاليات، اللي ما عجبوش السيد حمدي شجيع، اللي دائما ما يكون مشمئز من الامور اللي تصرى قبل الحصة. مشمئز يا راجل انت، هذه يسموها التكيات. لا انا مش مأزيتش ولا حاجة. مساء الخير عليك يا يونس، ومساءكم جميل ان شاء الله. لا بالعكس، احنا مش بشكل طبيعي اوقات بتبقى كرواسون، احنا متعودين نصحى فول بيض جبنه مش عارف ايه، نصحى ناكل يعني. فالنهارده ابوش وزربنا شويه، اروح بكري اروح بكري، ف لم ياكل فول، ما لحقش استقهوه بطريقتكم ولا اي حاجه كده. ابوش خارج فيك يا حمدي جديع. شكرا على حضورك ككل مره في برنامج ميطا مونديال، ولو كان نعاودها نقولها، لو كان ما يكونش رمزي معنا ما نديروش الحصه. هذه هي هذا هو الواقع يعني. رمزي مرحبا، رمزي يعطيك الصحه يا يونس، مرحبا بكم كامل اللي راهم يشوفوا فينا، ان شاء الله نجوزوا نص ساعه شباب ان شاء الله. يعطيك الصحه رمزي، شكرا جزيلا لك. الضيف تاعنا تاع اليوم مشاهدينا الكرام هو احد مصنع المحتوى الجزائريين، اللي دائما ما يعطينا افكار حول كيفيه قضاء يوم ممتع باقل الاسعار. هو صانع محتوى اللي عنده رواج كبير في الجزائر، وايضا عنده صفحه كبيره، وهو انسان استثنائي لانه انسان طيب، انسان رائع وخلفي، وخاصة مثقف جدا. معنا الدقس او السيد امين برحال. برحال برحال، مرحبا بك خويا. الله يسلمك خويا، يعطيكم الصحة على الاستضافة، وان شاء الله تكون الساعة شابة ان شاء الله. عجبتك المقدمة النارية ولا ما عجبتك؟ المقدمة هذه خلعتني يا خويا، تعبوا خلفي هذه يا يما. طيحت من اللي كنت تحوس عليها. والله هذاك هو الحساب. امين امين، ولا تحب نعيط لك امين ولا الدقس؟ كيما تحب. شوف لي تساعدك نحكوا امين. يا امين يا الدقس، الصفحه تاعو ولا اللقب تاعو في شبكه التواصل الاجتماعي. شفنا امين باللي الصفحه تاعك خدات صعود، خدات منحه تصاعدي في وقت قصير جدا. واش السر تاعها؟ السر تاعها 10000 لي فري ناقصين، وين كاين الخايدك؟ وين الخايدهاش؟ وين الخايدهاش طلعت؟ يا خويا شوف، حنحكوا شويه على واش راك دير على صناعه المحتوى هنا في الجزائر، وخاصه الفكره تاع الترويج السياحي باقل الاسعار، وهذه اللي ربما راح تكون موضوع تاعنا تاع اليوم. لكن الموضوع الاساسي تاع برنامج ميطا مونديال اليوم، حبينا ندير واحد الموضوع اللي تكلمنا عليه البارح حول قضيه الاناشيد الوطنيه تاع الفرق اللي تلعب. عاده ما يكون النشيد الوطني هو المحفز الاول في المباراه. نعيمه العوادي، انت كلاعب ولا كمدربه، احكي لي اللحظه تاع النشيد الوطني كيفاش تحسوه؟ والله يعني نتمنى انه سي با ماشي كامل اللي تقدروا هذا الاحساس لما تكون لاعب النخبه، سورتو لما تكون خارج البلاد. يعني شعور لذيذ لذيذ جدا بصراحه. يعني تاع لا غرينتا تاع 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 لو بيي، تحب بريزونتي لالجيري، تحب الوغ لا لما يكونوا الفرق اللي لازم تفوز عليهم. يعني الشحنه تكون 10 مرات، ولكن الملذة تاع النشيد الوطني الجزائري واو واو. لما نسمعوا في الملعب حمدي شجيع بلادي بلادي بلادي، احكي لي عن الشعور. حبي وفؤادي. الاناشيد تشكل فينا منذ الصغر وتزرع فينا وتعزز فينا الوطنية، لا سيما ان كانت هذه الاناشيد يعني مرسومة او تعكس واقع عاشته البلاد، سواء في مصر في الجزائر في كل مكان. عندك في الجزائر مثلا قسما نشيد ثوري مفتي زكريا، طبعا انا مبسوط طبعا يعني وافتخر انه ملحنه محمد فوزي نعم. الله يرحمه. فده شيء طبيعي جدا، فلما يعني لحظه النشيد الوطني في المباريات بالتاكيد تشكل حافز قوي جدا 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 للاعبين
وللجمهور وللاعبين رقم واحد. كم مرة شفنا من لاعبين ربما بكوا لحظة النشيد الوطني لبلادهم، كم مرة شفنا كان في مشهد صورة متداولة بشكل كبير أيام كأس العرب لمشجع جزائري كان يبكي لحظة النشيد الوطني الجزائري. فهذا جزء أساسي من تكويننا من صغرنا، النشيد بتسمعه من صغرك والنشيد ده عبارة عن هو الوطن، ما عندهش مش نشيد بتاع كورة، مش نشيد بتاع حاجة، بتاع البلد، بتاع وطنك. ده بيكون حافز كبير جدا جدا لينا، بيخلينا زي ما قلت بيلعب دور كبير جدا انه يدي لك حافز لاعبين قبل المباراة. انا تتخيل معايا اعكس المشهد انك بتبدأ المباراة بدون ما تسمع النشيد، هينقص كتير جدا صح. من الحماس صح. ضيفنا أمين، قبل ما تعطينا رأيك في الموضوع حتى رمزي، ماذا بيا نشوفوا بعض الأناشيد الوطنية اللي راهي كاينة اليوم في كأس العالم قطر 2022. نبدأ بلك نشوفوا صور تاع النشيد الوطني البرازيلي اللي هو على ما يبدو النشيد الوطني الأكثر عزفا في تاريخ مباريات كأس العالم، بمنطق أنه البرازيل هو أكثر بلد مشاركة في كأس العالم، وخاصة أنها لحقت الكثير من المرات إلى أدوار نهائية 5 كؤوس عالم، وبالتالي هو بدون منازع أكبر ولا أكثر نشيد وطني تم عزفه في تاريخ كأس العالم. نسمعوا النشيد الوطني البرازيل. محمد أمين، النشيد البرازيلي قريب نقرنوه بكأس العالم، خاطرش لما نسمعوه نتفكر أجواء كأس العالم. أنا دوكا هكذا كنت في 98، كنت في فينال 98 اللي تبعتها بكل جوارحي مع الفريق البرازيلي وبكيت يوم النهائي، ولحد ساعة شفا كنت في دار خالتي عيط. خسروا 3-0، ما آمنتش، خسروا 3-0 شفا ذاك الوقت الفيكس بابا مقود، كان عبالو بلي كنت متعلق بفريق كنت حافظهم الداير اللي جوا ريفالدو خلينا بلي ريفالدو الداير هذول ماشي معروفين. اي طليق قال لي يا ودي ما تقلقش، قال لي بالعاني كانوا يسالوا لهم دراهم خلاو لهم بالماتش. الفكره هذه ما امنت واحد 16 سنه ريحتهم حتى بدي تقول لك انا تقاعد بيا عنده الحق. كما حكايه رونالدو كان يعشق في وحده جزائريه فخسر لها فينا، خسر لها فينا الله يتقاعدوا بها. رمزي، النشيد البرازيلي نشيد شفنا ما من حماس تاع سواء لي سيبورتر ولا لي جوار وكلش. هي الاناشيد كاين بون، احنا كل واحد يشوف بلي النشيد الوطني تاعو هو الميور، هو الاحسن، هو الافضل. هذا الشيء راجع لانه شغل هو اللي يخليك تنتمي لحاجه. حاجه هي وشنو هي؟ الوطن. وهذه راح تعطيك حماس كبير قبل ما تبدا الماتش، ولا بون ماشي غير في البالون، ما نشوفوا زعما في البوكس ولا في سواء في ليزارماتيو ولا في نيمبورت سبور. تسمى لفات كي تشوف العلم تاعك ولا تسمع النشيد الوطني تاع بلادك، هذا الشيء راح يشغل كيما يقول لك يحرك شويه، ماشي يحرك شويه، يحرك بزاف المشاعر تاعك الداخل. نسمع التعليق تاع حمدي وتاع أمينة العودي في النشيد الوطني. اي واحدة اسمها أمينة نحيوها. النشيد نحيوها، ما بليش كون من حيوها أمينة، قال لي أمينة تاع الجزائر قال نحيوكم. النشيد الوطني للبرتغال، قبل ما تعطينا النشيد لأنه كانت فيه لقطة وين كريستيانو رونالدو تأثر جدا لما سمع النشيد الوطني تاعو، شوفوا الصور. أبو شو غير طوايش، قال لي المخرج تاعنا قال لي دوك يقول لك دوك حسيت روحي هنا في 74. عايز قال لي جيت ترضى عليهم بعد. نعم العوادي، كريستيانو رونالدو
يبان شويه جامد ورياضي، لكن لما يسمع النشيد الوطني يا خويا قال لي كانوا جامدين، كي تسمع النشيد الوطني تولي تبكي باسكو سي هذه حاجه كبرنا بها ملي كنا صغار في المدارس، نكبروا بالنشيد الوطني لا سمان الاولى بالنشيد الوطني ونقفلوا لا سمان بالنشيد الوطني. يعني النشيد الوطني يعني هي الام، الارض هي الام، هي كل شيء. اذا ما تسمعوا سي نورمال بي سي سا ديرنيغ اني طبعا خلاص طبعا اخر مونديال له طبعا اخر مونديال ليه، فلهذا يعني بلوس الجمهور بلوس يلاقي يدير لي ريزولتا يلاقي يبروفي كاين بزاف حوايج، فلهذا كل حاجه كتتخلط اوتوماتيك. نفس سؤال حمدي شجيع. يعني هي زي ما حيث ختمت يتضاعف الشعور لما تكون تعرف ان اخر مره حتسمع فيها الموضوع ده في المونديال، الموضوع مش صعب جدا، وكي تكون لاعب احترافي الموضوع اصعب مش حاجه سهله، تعرف بتكون في قمه نجوميتك وبعد كده خلاص بتودع غصب عنك وفقا للمعطيات. بس خليني بالمناسبه احكي لك على طوق من الحاجات الاسباب حبي للجزائر، في حاجات ممكن موقف يحصل في 15 ثانيه ويفضل معايا. مره في كاس العرب وبعدين بدايه المباراه بتاعت مصر والجزائر، وبعدين بدا النشيد الوطني المصري وبعدين لقيت واحد من خلفي بيقول بلادي بلادي، فين مصر اللي هنا؟ مفيش غير انا، طلع جزائري. شوف هذا احنا من الاعلام اللي رايحين نسمعوا من الاناشيد اللي سمعناهم يعني ما تفوليناش ما تبقش الاحداث لانه على بالي مخليين الاحسن الاخير. حمدي يا صديقي حمدي راك حرقت لنا المفاجاه للمشاهدين، معليش. راح نشوفوا احد اجمل ايضا الاناشيد الوطنيه العربيه، نشيد لفريق عربي مشارك في كاس العالم والنشيد الوطني التونسي حماة الحمى. في تونس عندهم نشيد وطني رهيب وحماسي جدا، حماة الحمى. يا حماة الحمى ما شفتش اسمحي لي في لحظه، ما شفتش الجزائريين يكون النشيد الوطني، سيبك من اللاعبين، شوف الجمهور هم بيرددوا الزلزال بيعمل البتاع الاستاد. لا حمدي لا تقول لهم بليك حفظها باركور، يعني بيعرف النشيد التونسي. النشيد التونسي حافظه، حافظ نشيد سعودي، حافظ نشيد سوريا، حافظ نشيد مصر. نشيد مصر طبعا مش حافظ نشيد مصر. بالحديث عن نشيد مصر واش رايكم نسمعوا؟ كان يجيب 20 في المحفوظات. اجمل الاناشيد العالميه على الاطلاق، ماشي نشيد على المستوى العربي، نشيد جمهوريه مصر، لكن ماشي في كاس العالم، في مباراه من المباريات اللي تلعبها اعتقد في كاس افريقيا. نشوفوا النشيد الوطني المصري. والله تسمع النشيد الوطني المصري لحمك يشوفك وفيه شحنه تاع مشاعر وشحنه تاع حماس وشحنه تاع وطنيه كبيره جدا. حمدي شجيع يعني شوف دموع في عينك شيء طبيعي، اذا ما بكيش مع النشيد المصري يعني انت مش مصري. مصيبه. هو والله انا كنت انا عارف من قبل ما يبدا، فكنت بحاول الواحد يتمالك لانه عاده لا احب، ولكن بالتاكيد زي ما قلت في البدايه ان بيشكل شيء من وجداننا احنا بتسمعه على مدار سنين طويله. الحاجة الثانية لما تكون بعيد عن بلدك الموضوع يختلف وانت بتسمع النشيد الوطني. طبعا طبعا. وزي ما قلت هو يعني يمكن أثر فيك انت كجزائري، فما بالك كمصري. صح. كلمات النشيد عندنا ثانية تختلف. بلادي 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 لك حبي وفؤادي، كمليني لك من أيادي ماشي، وعلى كل البلاد. ليه؟ لأنه من أيام سيدنا يوسف كان معروف عن مصر ان هي صدرت، كانت اغلب بلاد في سنوات القحط يعني.
فالله يسامحكم تقريبا على التعمد تقريبا في الموضوع الاول. لا طبعا احنا راح نشوفوا شفنا شويه نشيد وطني وشفنا نشيد وطني المصري، لانه عارفين بانه النشيد الوطني مش متعلق فقط بمباريات كره القدم، لكن يتعلق بتاريخ امه كما قلت. وانا لما تسمع نشيد وطني ما تفكرش فقط المباريات، تفكر العديد من الامور، المحطه المهمه في تاريخ مصر، من وقت ما تكون في المدرسه. يعطيك الصحه، يعطيك الصحه. لكن تسمح لي الان تفضل سي حمدي شجيع، بعدك راح نفتح المجال لضيفنا ولرمزي وليك ايضا وتنعم العودي باش نسمع اجمل نشيد على مر التاريخ. النشيد الوطني الجزائري منذ ان انشئت وخلقت الاناشيد الوطنيه، انا اعتبر والتزم كجزائري اعتبر هذا اجمل نشيد وطني عزف على مر التاريخ. سيداتي اوانسي سادتي، فلنستمع الى النشيد الوطني الجزائري. ريو دو بورتو أليغري. بدون تعليق. الوغ لا كي تسمعها في ستاد. الا لا. انا جي بارتيسيبي ا دي كوب دافريك دي جوز افريكان كوب اراب. واو 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 واو. فرانشمون يعني نتمنى كل رياضي ورياضيه انه يعيشوا هذه اللحظه الجميله جميله جدا التي لا تنسى طول حياتك. رمزي. كما قال لكم قبيل فتحت لنا الجرح بك. انا اشوف النشيد الوطني هديه في كاس العالم. الله غالب ما سمعناهش هذا العام. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعاودوا يولوا بقوه نسمع في المنافسات الجايه ان شاء الله. خلاص رمزي راح تفهم. خلاص ما كان فينا اي كان بي ماركانا وكاميرون ونورمال. معليش اصلا ما طرحت لي ما قلتلوش لا روبريك تاعي. انا جاي دوكس نخلي لك كل المجال باش تعلق لي على النشيد المصري وعلى النشيد الجزائري وعلى قصامه. على قصامه. على قصامه. بون النشيد المصري سمعنا احنا كنا صغار قالنا نولي توجو الله غير زمان. يوم غير زمان احنا بكري شوف درنا في الاناشيد في اسم حافظين هذاك انا عن بالي تاع الجزائر اسمه فات كونت هو تاع مصر. ايه في الاسكان تاع المقلك اللي يقول لك عن بالي تاع بعد ما سمعت الجزائر يا شوف بعد والله بعد ما نشرتك الفيديو تاع الشخص اللي بيقول حتى تاع مصر ما بالي تاع السعوديه. باسكو حفظها ملي كنا صغار. حفظناه ملي كنا صغار جوستومون. والناشد الوطني الجزائري انا لعبت في الاقسام السفلى ما حصليش الشرف باش نحضر كما قالت لك في الصلاه. شغل كانت امنيه صغيره لا شتا شغل نوقفوا معي ديك ناسيونال نغنوا هكذاك وخلاص خرجونا وما نلعبوش يا خويا. اوكي ما قال لك افتح لنا الجرح واسمه فيها وقصامه. قصامه واش حنديروا له يا خويا دوكا بينو من مولاه يا عايش لك ما عادش يسلك يا كاين ربي يا. احكي لي على هذيك اللحظه كيس ماشي اللحظه دوكا خاطر تكون تصير مع اللحظه دوكا نحكي كيس صفر لاربيت وقلت ياها ما ناش رايحين قطر منام شغل كنا نوم ومن بعد انا خلصتو انا ما تفكرنيش في هذيك لاكسيون انا خاطر كنت شايل التليفون حاكم تليفون داير سيرفي ونستنى في العيطه تاع لافا مانيش فاهم واش صاري مام با انا حاكم كنا شفنا الماتش في سان جوي ايكرون جيون هذاك سمع نون سولمون جوزنا دوزيام ميطون كومبلي صاحبنا داولو تليفون دوزيام ميطون كومبلي وحنا نتجالو في سان جوي اجري يحكم هذا دير ما شفناش دوزيام ميطون كامل مع لافا شما ديجا كانت حتى انا كان تليفون شباب صاحبي ما حبش يسكت 300000 خلاص دوز وسكت يا حبي يقتل السيد يا خلاص غلي اسمح له. لحقنا كملنا ماركا وبيت الجزائر فرحنا يا بيان قلت لهم صحابي نافونسي باش نحكموا تيرا من الفوق سيلفي شباب ونستناو الصفيره تاع النهايه. انا حاكم التليفون وبعد نشوف السيد طاح في الدروج واحد داير هكذا واش بيكم راح تريسيتي واش صرا انا اختي يزيدوا عليها زعما الاربيت كيما صفرش لا فام يزيدوا عليها صاحبي يدير له ماركاهو ما نروحوش
تم اطفى خلاص ما شفيتهم من بعدها وش صار. ايه ما تشفاش بعد بعدها وش شغل واقفين منام هكذا منام و الله فيها خير فيها خير عاد ما كانش حد. رانا نطرح واحد الاسئله لكل ضيف تاعنا باسكو كل واحد كيفاش عاش مرارات الاقصاء ومانيش عارف مانيش قادر نفسر لحد اليوم وعلاش كره القدم دايره فينا كل هذا الشيء. جوستومون حنا هذاك وين شفنا علاش متعلقين هذه كره قدم ما ادراك حاجه شغل تاع حاجه تاع تاع الدنيا صح لي فريمون شغل هذه كره قدم ديولا باش تزها وتشوف وتخلوها ما ادراك حاجه تاع الدنيا كيفاش صح دينا شوك خويا شوك شوك صح هذه غير كره قدم كره قدم واش دار فينا ربي ان شاء الله كما يقولوا هي غير كره قدم صحيه خصوصيتها عند الجزائريين ولا المصريين غير طبيعيه مش مجرد كرة قدم. تقول له اديني مليار ولا الفريق الوطني يربح يقول لك خليه يربح. خليه يربح. لا لا مليار يا اخي مليار يا لا 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 زعما مثلا مليار مثلا مليار على كل حال كانت هذه مجموعة من الأنشيد الوطنية كان الموضوع فقط اللي حبينا نبداو به الحصة باقي 10 دقائق تقريبا مع الحصة رايحين نروحوا إلى 24 ساعة ميديا مع رمزي. باختصار صديقي رمزي لانه الاناشيد الوطنيه لحسن الحظ خضت لنا الكثير من الوقت حارس مرمى الاوروغواي واش سيباستيان سوسا واش هذه التصويره دارت حالها في لي ريزو سوسيال وكنشوفوا التصويره الاولانيه قبل باش نعرفوا شكون هذا الغارديان فوالا هاوليك هنايا راه يبان لكم نورمال مي ابارامون دار عفسه باش قال لك سوا ديزون يخلع لي لي زاتاكون نشوفوا التصويره الدوزيام باش نفهموا زعما قال لك واش سبع سبع مي ما فهمش باش الناس باش لي زاتاك ودار كاش اكسيون دار كاش حاجه دار هو دوزيام غارديان ما فهمش باللي باش يخلعهم تما لازم يدور وكي يدور يماركو لو بيت اوتوماتيكمون بالك دار لي سيبورتر دار لي سيبورتر اوكي الملاكم الملاكم دوزيام عندنا خبر شويه راح يخوف عشاق ميسي لانه دوكا كاباب راه في الريسك ميسي راه في الريسك وكاباب ما يلعبش لي ماتش الجايين علاش باسكو دار اكسيون دارت ضد جاكبيرا اللي هو كي كان في ليفيستير كان تريكو تاع المكسيك دونك ضربوا برجله ولا ما على باليش واش دار هذه من بعد نهضروا عليها دونك البوكسور الفاريز المكسيكي راه حالف فيه غير يدعي ربي باش ما نتلاقاش عنده الحق قلنا الكاس الكبير هذاك تاع لا كوب دي موند اللي تكون في وسط الملعب كان بزاف اللي يقولوا وين راهي تروح بعد كي يخلص الماتش باسكو يدنوها هكا يشوفوها تدنى نشوفوا فيديو ونعاودوا نقولوا نروحوا للتصويره ما على باليش انا ما نعرف شحال السيبورتور اللي تلفت له شي سيبورتي شوفوا واش دار دار كاع العلامات عنده الحق مشجع تاع اليابان اللي يخسر ينحي دراكو هذه حالتنا كل ماتش سيبورتي هذه كنا حنايا رانا هكا هذا بون هذا شويه ماشي كيما الدوزيام هذا اللي راح نشوفوه اللي نقولوا له مشجع منافق ولا نخليكم تشوفوا الفيديو من بعد انتم تقولوا له واش حبيتوا عليه هذا في الماتش تاع السعوديه كونتر بولندا وين كي ماركا ليفاندوفسكي حاتريكو تاع السعوديه خلاص ليفاندوفسكي البروبليم راهو سي كو انا ما كاش واحد راني حاسدو في الدنيا كيما هذا علاش بيسك جوار بريفيري تاعي شوفوا واش دار له انا وي بابا انت مشجع بريفيري تاعك ليفاندوفسكي لا نحبو بزاف ليفاندوفسكي نحبو بزاف باسكو ماركي به بزاف في البلاي مي دوكا كي راح للبرسا سما راح نولي نلعب بالبرسا باش تشوف لهنا باردون باش تشوف لي كونكويز تفضلك باش تشوف لي كونكوا لي جوار لي المنتخبات العالميه يتبعوا في لاكوب دي موند حتى الاراء تاع مشجعين بو فير لو بوز اون فيت باش نرجعوا باش يفرحوا هذاك المناصر حتى لو دارها بضحك انا جو بونس هو دارها بضحك صافي بليزير ولا صافي بليزير هما مورما جاز اسمح لي يونس مورما جاز لا فيديو تاعو دارت حاله في لي ريزو سوسيو الاتحاديه تاع بولندا بارطاجات الفيديو عندهم وداروا كومونتير قالوا غير كونتاكتينا باسكو راك تسنى تريكو صافي بليزير وفينالمون راح وتلاقى بليفاندوفسكي شفت كان طلعنا للجزائر وكان انا درت له وكان راني دوكا مع من غير الجزائر طبعا الجزائر ماهيش تلعب مي شغلها تلعب واش من فريقك تشجع فيه في كاس العالم؟ انا مع السعوديه هاني مع السعودية احتلمها مات وان شاء الله فيها خير وبوشو خلينا ترونكين قال لك حب تربع عمره لا لا حجة
لا في 2011 كيف الباس يا معمر السعودية هو الفريق الأول اللي عمل مفاجأة في كأس العالم هذه تمنوا لكم خلعنا أخو ما مسنيناش كاع المردود هذا أخو احنا على بالنا بلي السعودية تطورت شوية ومع لونطير الأرفيرونا راه هذاك على بالنا بلي يخدم كتلة يخدم فريق شباب اللي تعرفوا مليح انت ايرفيرونال عندك انت مشجع تاع اتحاد العاصمه شفالو كي كان اتحاد العاصمه وشنو خلعونا بالاداء ديالهم مسنيناش كاع من عندهم وتتوقع شكون اللي كتشوف فيه هو اللي قادر يدي كاس العالم العالم دوكا لحد ساعه في لافاز دي جروب هكذا ما تقدرش تعرف حتى يخرجوا من لي جروب تروح لهم يروح لهم واحد كاين بزاف ديك كلوبهم بالضغط دوكا هذيك على سبيل المثال الارجنتين كانوا بالضغط سما الى خرجوا من لي جروب يقدروا يديروا حاجه من الدور 16 تولي تبان اوف بالنسبه ليا بان شكون لي بلو فور بور لانستون لي بلو فور كامل لا سوت سي ليكيب دو فرانس ليكيب دو فرانس سي واو فريق متكامل يعني مباريات تاعو فرانشمون سي واو نيمبورت كال سيليكسيونور اي نابري بي افوار المنتخب الفرنسي بكل صراحه حمدي بعد بدايه تقريبا قريب يخلص الدور الاول هل عندك فريق هكذا ويبان لك بلي ممكن دي كأس العالم زي ما قلت بين فرنسا والأرجنتين بين فرنسا والأرجنتين ثاني ممكن تعمل ولكن على كل الأحوال أنا بعتقد نحن لسه برضو شوية في وقت مبكر شوية جدا لسه الموضوع عشان توصل فيها لازم على الأقل تكون في نص الدور 16 كده والأمور تتضح أكتر يعني لكن في كل الأحوال احنا بنتكلم وفقا المباريات اللي مرت حتى الآن يعني تقدر تقول فرنسا والارجنتين ممكن شويه مع هالبرازيل تاني كره القدم في كل الاحوال خد بالك زي ما احنا كنا في كاس افريقيا مصر كنا داخلين وشايفين الاداء في الاول وقلنا الدنيا هتبقى منيله ب 60 نيله وخلاص وبعدين فجاه وصلت للنهائي فكره القدم صح ما تضمنش عندك انا راح نعمل تكهن صعب جدا باش نقول خطر زعما لا مش خطر خطر لكن البرتغال نهائي البرتغال فرنسا البرتغال عندهم ايكيب عندهم لاعبين مانشستر سيتي عندهم فرد انا البرتغال امنيه انا بالنسبه لي أمنية. امني انا نفسي كريستيانو رونالدو هو يكون في يختم لا نفسي هو كامنيه يعني اتمنى ان هو يتوج بالمباراه انا معاهم انا خطر انا ملي بديت نسيب كوب دي موند هذه ليكيب دي سبورتيا يتخزر علاش كنت في لارجونتين انت كاين على لارجونتين باش يدير هنا ما يخرجش ما بالي قالوا البرتغال كيما قلت عندهم فريق وشنو عندهم اسماء بصح الفريق مع ورونالدو راه يشكل واحد الطاقه ايجابيه في الفريق البارح دار واحد لاباس بالكتف بجيت شفتيها دار واحد لاباس بالكتف الله نو نو سي رونالدو تريز اليغو اخر صوره صديقي العزيز انا كنشوف انا زعفت شويه على الدقس على امين باسكو ما درناش فيديو كيفاش تروح لقطر وتشوف كوب دي موند كومبلي 100000 معليش لقينا هكسا راني وانتد في قطر هذا ما يدخلش ماشي مليح عليهم والله لو حراق ودو تستقبل لك اكثر جوستمون ثاني يونس راحت له دوك مر التصويره هذه يقول راحت لي هاد العبسه باسكو دوك نشوفوا كيفاش دي كيفاش تروح لقطر مالغري الناس يسالوا لك دراهم شوفوا التصويره هذه أنا أستيس فوالا على مكسيك على مكسيك هذا باش ما يشوفوك شو ما يعقلوكش هاد اللباس اعتقد تاع هما المكسيك معروفه بالمصارعه تاع الكاتش فوالا معروفه بالمصارعه كما نشوفوا ريميستيريو واحد الوقت ما باش يدات ريميستيريو دونك فوالا اللي سالوا له دراهم وحب يروح لقطر هاي لي فرجه كبيره في مدرجات الدوحه حتى الملاعب راه يتحقق ارقام قياسيه كبيره في عدد المشاهدين تلحق حتى 90000 اعتقد انه قليل وين كانوا فيه نسخ لكاس العالم في السابق اللي في الدور الاول فيه 90000 مشاهد نعم 90000 مشجع ولكن ابارامون التذاكر كان يمدوهم باطل لكن الفائده والحصول انه يكون فيه مشاهدين حتى في الارقام في المشاهدات على مستوى زعما الاعلام فسواء في التلفزيون ولا في لي ريزو ولا بارتو حققت مشاهدات اكثر من المشاهدات اللي فاتوا في النسخ اللي فاتوا اعتقد بانه كان فيه واحد الجدليه انه كاين الناس كانوا يحجزوا الاماكن تاعهم وما يروحوش بس ترافا لا كارت اعتقد بانه تم تصليح هذا الامر ولو لازم تشري التيكي نهار المباراه
وزيدي ثاني الناس اللي ولاو يروحوا في نفس النهار باش يدخلوا مجانا. البارح شفت فيديو ما حبيتش ميم با نتيليشارجي، ما حبيتش ميم با نهضر عليه. كانوا قال واحد ثلاثه ولا في الصطاد، هو داخل الصطاد بصح داخل واحد البلاصه هكا يشوف تلفزيون، يشوف واحد الصالون سما كان يشوف في التلفزيون. بعد قالوا اسمع رونالدو اسمه نيمار يلعب، قالوا لا خرج اصبر نكونفيرمي، خرج لي تريبين شاف عاود ولا سما يروح للصطاد يشري تريكي، يشري تريكي باش يدخل يشوف في التلفزيون. وصلوه يا اخو شغل بالك في الدار، لا في التلفزيون اسمح لي داخل الصطاد. لا لا هذه الفي اي بي، طيب في اي بي بيروح عنده وين ياكل وين يشرب وكل حاجه واطلاله، حاب تتفرج من هنا حاب تشوف من الاستاد زي ما انت عايز ايا مكان، فده في الفي اي بي. ربي ان شاء الله يكتب لنا اطلاله مثل اطلاله هذه. لا لا فهمت يعني حلو تاع تروح للاستاد باش تشوف الماتش في الاستاد، تشوف التلفزيون اقعد في الدار شوف التلفزيون خويا ولا خلي خينا يروحوا. هذه كل واحد ودراهمه، وكما الدكتي اقترح لنا دي بلون هكا تاع تحويسات ب 1000 دينار ولا ب 100 دينار، كاين اللي عنده 10000 ولا 200000 و 300000 دولار يخسرها في ماتش حقه. هذه من حقه، هذه هي كل واحد حسب النيفو ديالو كيفاش يعيش. كما قلت اطلاله كما تجي راح كرا دار اطلال على البحر، اطلال على الصطاد، حتى تطلع على البحر غير تطلع عليه مين ذاك يطلع يدار الطلاوي يلعب رونالدو يطلع. امين انا فرحت بزاف اللي جيت معنا في الحصه. انا خلي لك كلمه اخيره، قل ما شئت لمن شئت وفي اي امر كان. هيا خويا نشكركم على الاستضافه، كانت صاله خفيفه ظريفه. انا نحكي على توجور في الدومين تاعي بالك تاع السياحه، خاطر انا راني كما يقولوا راني نشجع الناس باش تخرج تحوس وتشوف ديكوفري وتلحق اماكن معزوله وشابه من بلادنا. انا نقول لهم زوج عفايس دائما نقولها ونكررها ونعاودها، احترموا السكان وحافظوا على نظافه المكان باش ما احنا كما قلت تحمروا لنا وجوهنا كي تروحوا لهذوك الاماكن. هذاك هو باش الناس تقول هذا انسان جاب لنا الغاشي اللي هنا هذه البلاصه وفسدوه. هذا المكان مازال عندنا 3 دقائق من عمر الحصه، يعني قلت كلمه اخيره مبكره شويه، لكن رايحين ربما نديروا كويز. عندك كويز شارك معنا في الكويز، وعندنا ثاني واحد الصوره لازم توريها لنا من بعد نعيمه العوادي. رمزي الكويز تاع اليوم واش فيه؟ الكويز تاع اليوم راح نشوفوا كيف كيف نقسمكم دوز ايكيب، خيرت لكم الجوار تاعي. خليني مع نعيم عشان اكسب انا. خير لك. خير لك تبعني هاك مع امين. لا 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 ما نريسكيش، هي كسبت كثير قبل كده ومع احترام الامين هي عملت تكسب انا ولا مره كسبت. يونس وامين ونعيمه وحمدي راح نعطيكم تصاور تاع لي جوار، انتم قولوا لي اسماء الجوار هادو بكل بساطه بصح دوكا وشنو شكون اللي ريبوندي الاول ديجاك. اوكي قوم وريبوندي هاكا. انا نوجد روحي نشوف في الشاشه اللي مليح. اول صوره هذا تاع كندا، ديفيس تاع كندا. كندا لعب بايرن كندا. نعيمه ما تخسرش هكا، او جيناني ما لا ما نعيمه ما تخسرش هكا باسكو البارح درت كونت سويرتو. بون جي با تخوفت بيزا بار لي بون. اه البارح درت كونت سويرتو يا اخي، قلت لكم باللي ماركات 26 سريع جدا. هيا راح دوزيام فودان. فودان هذا هكا لعب فيها عمره 16 سنة. اه فوزي داك افيك معناها تبدا الناس بيان سور صغير عنده 16 سنة. اه لا 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 فوتوشوب فوتوشوب فودان 2-0 فودان. يا جماعة يا جماعة ده درس عشان تعرفوا، دي آخر اللي يتكل على الستات هتخسر. انا اعطيت ما تحبش ترجع انت خليك معرك خسر. وعايزين تدخلوا التحكيم قد ما خسرتينا عشان انت دخلت المطبخ البارح. يلا روحوا صوره اخرى. هيا طرازيان هذا لاعب بيكون لاعب سعودي، تسعه تاع السعوديه. اه لاعب سعودي سمع بلاش خليل الدوسري. لو كان تجيبوا اسمه خليل خليل كشخص خمس سنه الدوسري بلوشي تسعه. احمد السيد عبد الفتاح تسعه. قولي حاجه سعودي لان خد تسعه انت تعرف الاسامي. صح اللي تشوفوا الفيديو تاع رونر اللي قالوا عندك 10 دقائق وتخرج. اه صحيح. في راس والله حتى ولا قبل من بوبي الحشيشي في راس البريكان. لينا كان نقطه لنعيم العودي وحمدي شجيع. وين هو اللي قالها؟ ما خدش فيها في معليش سمحوا لي معليش نعطوا لهم نقطة ومن بعدك حنا عندنا نقطة أخيرة هذه. هاي أوكي يلا. بركو 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 ميليك. لا هذا يبان تشيكي ولا لا هولندي سويدي هولندي هولندي. أه
دي يونغ. دي يونغ. او لا لا. دي يونغ ما نش نقصر انا شوف نلعب شوف يا عفيف سينو نقول نحبسوا. اوعى اوعى تراهن على واحده شفتها في حياتك. اه انا رحت علي عشان هيك كده خسرت. انا كنت مع يونس بربح. وجمتك بالمصري. شوفوا صوره واحده اخرى يلا. اي اي اي. Attends, l'équipe de France, arrière-gauche. Pavard. Attends, mais non, non, je l'ai trouvé. L'équipe de France. Oui, mais non. J'ai donné même le poste. Pavard. Yeah. خلاص نعطوا لها تمرانه 3-2 وي النقطه الحاسمه يلا كان جيب لي تصاور صغار في العمر شوف اسمح لي يا رمزي دوكا يا نسجلوا بها ونعمت راهنت على النساء عم جابوا زوج لقطات شويه هدوء باش نشوفوا الصوره هدوء اخر صوره شيء اخر صوره ما تجيب ابو تريكه يا ابني رافينيا رافينيا كاتا دو شكون رافينيا رافينيا خلاص رافينيا رافينيا ونجري لرافينيا صح نزيدوا التصويره الاخرانيه عندكم 3 بوان لو كان تربحوا حي بهذه التصاور هذا مصوم انا ما ربحش هيا لطاك لطاك البرتغال لا 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 البلجيك البرتغال 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 لطاك لطاك البرتغال تاع البلجيك يشبه لا ساتاتا لي ماركان اتليتيكو مدريد لا اتليتيكو كاراسكو 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 والله غير شو صار سيتي مين او عارف عمل يستنى فيك تقول عارف عمل يستنى وي مي نو مي جو لو كوني اون بلوس لو كوني جو سافي سيتي لا بلجيك تي داك افيك مو لي بلج لي بلج معلش عارف عمال يقول لك ها قولي يا متاع بقى انا عارفه ابوك الخاص منتخب عارفه كاراسكو وي معلش شكون اللي ربح؟ فريق فريق امين فريق امين دوخس وي سي نورمال مدام الي فور سيده نعيم العواد ودي هنا ليسونسيال ماشي زيرو ما علينا شوفوا كاين واحد التصويره تاع الخيانه تعمل شوفوها يلا نشوفوها داروا لها ديديكاس غير ليها حبيبتي ما قلت لناش عليها نعيم احكي لنا عليها يا اخي حضرنا لهنا كي كانت سهيلة معلم قاتله في القاتل قلت لها دير لي ديديكاس وبيان سور جيب لي الساك كان داخل حضرنا لا استنى دوك درت لك ديديكاس الساك ندحنا تديكوناش لي شكرا لها ميرسي بوكو بور ديديكاس من قطر سهيلة معلم اللي بعثت لك الصوره هذه نحيوها ونحيو كاع الجزائريين اللي راهم تما اللي راهم يعملوا في اجواء جميله ورائعه في الدوحه شكرا لك رمزي العفو الطيب والعزيز شكرا لك نعيم العوادي مون نوفو وي البارح كنت بور سون فرير خليك تاتا ما علاش انايا هو فوتبولور مارسي نحيوه لي زيغالا لي كلوب تاع لي زيغالا 14 اليان بيزو مون شيري تحياتنا وتحياتنا لكل المشاهدين حمدي شجيع تحيه لك ولكل الاشقاء المصريين اللي يتابعونا حبيبي صح حصه جميله كالمعتاد والوقت بيجري بسرعه ومبسوط جدا النهارده شرفنا امين واحد من اهم صناع المحتوى في الجزائر روح الدم الخفيفه المروجين بشكل كبير جدا للسياحه الداخليه والخارجيه بالذات الداخليه شخص متميز جدا انا مبسوط جدا اني شفته النهارده يعني كنت بتابعه وشكرا لكم صديقي العزيز مقبل اعطيتك الكلمه الاخيره اليوم نعطيك الكلمه دكار. الاخيره تاع الحصه يعني انت اللي تختم الحصه فاليك الكاميرا واختم الحصه تاع اليوم ميتا مونديال على قناه الهدف لو سمحت نشكركم على حسن المتابعه والاصغاء والى الحلقه القادمه ان شاء الله اتس جود اتس جود مع السلامه